نقول لك انه صناديقنا الاجتماعيه محققه خسائر بالاف المليارات، راهي ارقام خياليه اللي نحكيوا عليها. علاش الفلوس هذه وين ماشيه؟ كنا قبل نتسائلوا على ما قال القروضات والهبات اللي جاتنا من برا وما عرفناش وين مشيت، اليوم نتسائلوا على فلوس صناديقنا الاجتماعيه وين مشيت؟ مليارات كبيره يعني. كما شفتوا وانا نهب فلوس الصناديق الاجتماعيه، وانت اردفتي مثال قد ما دخلت الفلوس بعد 14 جنفي بالضبط، يعني دخلت فلوس على اليمين وعلى الشمال ومن الامام ومن الوراء ومن كل بلاصه وعلى الجنب، دخلت فلوس ما هي فلوس من شفط هذه المليارات من الدولارات ومن الدنانير. من شفط ذلك هو بطبيعه الحال سيكون مسؤول على افلاس الصناديق الاجتماعيه. الفلوس اللي جت دخلت باسم شنو؟ دخلت باسم الانتقال الديمقراطي. هاكم ريتو اش هزنا، هاكم ريتو الانتقال الديمقراطي، انا سميت الديمقراطي، هاكم ريتو اش هزنا. هاك اللي شفتوا الفلوس اللي اعطوها هبات هم نفسهم اللي تكلم عليهم الرئيس الذين شفتوا انا متقاعد، انا نتألم وقت نلقى نمشي للشهريه ونلقاها موخره. انا متقاعد، راه خليت لهم فلوسي امانه، راه المفروض فلوسي اختي راهم يقصوا علينا من حش نبدو نخدموا. تعرف يا ضيق اضيع حاجه موجوده في العالم كل، المتقاعد اعطيهم امانه، احنا كمتقاعدين اصبحوا يخونوا في الامانه، يعني كمتقاعدين يا رسول الله فلوسنا عندهم. ولهذا انا لا استغرب من الحكومات المتعاقبه في العشريه السوداء انهم اكبر نهبه واكبر سراق وافسدوا النسل والزرعه والذرعه في تونس. شعار الرئيس قيس سعيد اول ما صرح في الانتخابات بتاعه والحمله الانتخابيه قال معناتها الحمله على الفساد. جاي باش يعمل على الفساد الكل. والعداله الاجتماعيه، هذه العداله الاجتماعيه اللي نحكيو عليها تو. بالنسبه للصندوق الاجتماعي، الصندوق الاجتماعي شكون قاعد يدفع في الصندوق؟ كلش الموظفين برك. الوظيفة العمومية هي اللي قاعدة، والموظف أقاو الموظف قاعد يدفع، وقال اللي يخدم في الخواص اللي مصرح باش هذاك اللي يحل بخواص يصرح باش يدفع للتريت ولا كذا للصندوق الاجتماعي. أبا ناخذ مثلا أنت وزير الداخلية، ناخذ وزير الدفاع، عندهم برشا معناتها تو مثلا مشي يدخلوا في الإصلاحات وواحد وكل شيء، عندهم برشا تخلدات معناتها حاجة مخلدة عندهم. عندك الاسواق معناتها الموازيه هذيا اللي كثر شيء رهيب معناتها، لا عندهم لا اداءات. شكون قاعد في انا موظف، انا نخدم موظف، نخدم في وزاره الماليه. نحن الموظفين برك قاعدين ندفعوا في الاداءات وكل شيء علينا نحن. لان بيرسون شكون تو احنا يقصوا علينا، انا ريتريتي يقصوا علينا في لان بيرسون هذيا ولا دو بيرسون اللي عملها يوسف الشيت، فهمتني؟ وضعونا كل شهر واحنا ريتريتي ناقصين. شكون يدفع فيه؟ يدفع كان الموظف. الموظف العمومي هو اللي قاعد هو انا خالص تامبون تاعي وخالص الروتريت وخالص الاداءات والصندوق الاجتماعي، ورغم اللي ذلك النقد الاجتماعي. انا مثلا الموظف قداش يقصوا علي في الشهر؟ اتصور يقصوا علي بريسك 70,000 فوا دوز 70 700 قريب 800,000. وقت مشيت سلت انا قابلت جماعة الكنام شي يحكي لي، قال لي هذه راهو خويا داخل في معناتها في التكافل الاجتماعي، معناتها انت تدفع فما غيرك ما يدفعش، اكل اللي هذاك يهز هذا في هذا. من سوء تصرف معناها بعض المسؤولين معناها ولا حتى المشتركين بصفه عامه. ساعه ترى انت مواطن ولا مريض ولا من المستحق من اللي يعني هذيك ياخذها ساعه على غير حق منها، فهمت؟ ايش معناها على غير حق؟ معناها هو المفروض وقت يتقدم معناها للصندوق هذاك للعائلة نتاعه هو كشخص. أنا نشوف فما بعض تجاوزات، هو أن السيد هاك اللي هوش مريض يمشي ياخذ أوردونونس نتاع غيره من عشرة يعني، والله فما حاجات ساعات ما يقبلهاش حتى الآخر. زوز مؤسسات هذوما معناها تو تفكروا اللي هما عندهم الخسائر، فهم شنيا؟ أما يحاولوا نجم، أنا حسب رأيي نجم يرجعوا الخسائر هذيا، تعرفش عليه؟ خاطر مش منظمين. اول حاجه كل مره يطلع في قانون جديد، فهمت؟ كل مره هاو زادوا عامين في اللانتريت، فهمت شنو معناها؟ فما انفيليت نتاع مصروف ماده معناها فلوس فما انت هاك شفت تو الدويات كلها راهي مش قاعده تاخذ من الكنام ومش قاعده كلها تشري من برا دويات ما فماش.
فهمت منين الخسائر هذوما منين؟ فهمت شنيا؟ انا نقعد بيت صراحه مستغربها انا الحكايه مع تلموه كي قلت لي الحكايه زي مانيش ماني لا مصدقها ولاني ما حاطها في مخي باش يوصل نهار سنسيس ولا الكلام تتكلم. كنا نتمنى ويكون هذا كلام وغلط لكن للاسف هذه ارقام رسميه. المليارات اللي تنهبت والفلوس اللي بتاع اللي في سويسرا فهمت تاع بن علي ما فهميش على استرجاع الاموال المنهوبه اللي في الخارج يعطيك الصحه فهميش. وسويسرا قالت راهم رجعوا الفلوس راهم فما شكون جابهم لتونس فهمت. نحن تاويك انا نقول على الفلوس مليارات والفلوس المنهوبه يا سيد الرئيس يا قيس يا سعيد يا نجل بودن رئيس الحكومه انتم تاويك تنجموا تحاكموا الحكام اللي شدوا لنا في 10 سنين كان توا انسان متقاعد والحمد لله يا ربي معناها بصراحه الصندوق نفعني من ناحيه من المرض طويله المدى المدى نقولوا احنا فهمت مش معناها معناها بصراحه كان يمكن قعدت بالطريقه هذه يمكن ما نوصلش باش نغطي معناها مصاريفي انا نتاع العلاج رغم اني فما بعض نقايص صراحه لكن كي تجي تشوف معناها في الكونتر بارتي من حاجه اخرى تقول فما لاباس وكان ينقصوا شويه معناها هكا التجاوزات. طيب فما نقطة تخص المتقاعدين اللي سيادتك منهم يقول لك راهو شهرينا مهما كانت محترمة بعض الشيء خاطر ما نحكيوش على شهرية كبيرة احنا في تونس إلا أنها خاصة للمتقاعدين تمشي أكثر من شطرها في العلاج والدواء وخاصة أنه الدواء مفقود. صحيح اللي الكلام تتكلم فيه أنت صحيح ولكن شنو لكن يقارن روحه هو عاش دواره ولا غالي والطبيب غالي الكلينيك غالي ساعات تمشي للمريض من يمشي للسبيتار السبيتار يقول لك لا ما عنديش سبيسياليتي هذه كان لازم تمشي للكلينيك معناها بالتكاليف نتاعو معناها صحيح المواطن المسكين الله يصبر وكا والله يعاون واللي عنده مريض الله يعاون وكا. كنا نتسائلوا زاد قبل وين القروضات وين الهبات الاف المليارات ما شفناهاش اليوم نحكيو على صناديقنا الاجتماعيه اللي تخدم وخاسره معناها. ما نكذبش عليك انا حتى نشوفه قاعد ماخذ قرض في السي ان ار بي اس قاعد يخلص فيه معناها ما نقاش فماش حاجه بالنسبه للمواطن صعيب باش تقول لي مواطن جيت انت ما تخلصش الكارني نتاعك تمشي اليوم للسبيتار تو تلقاه معناها يعرفوا يوقفوا عليه الصبيان تمشي السبيتار تلقاه طول اوتوماتيكمون تلقاه كل وراه مش عارف هذا معناها اللي انا عبد معناها قاعد نورمال حاجه نشوفها بعيني مانيش قاعد نسمع كرني معناها واحد تلقاه ساعات كرنيه فيه البارح اليوم تمشي للسبيتار يقول له راه عارفك ما عادش يصب عليك لا يقعد شهر لا شهرين حاجه اخرى ذيك اخويا علم عند ربي ما نعرفش الفلوس منين ضاع بالكش انت خويا رجلو في البيروات نتاعهم وفي وديبلاسمون نتاعهم والرينيون نتاعو يتكلف له في 6 و7 ملايين نورمال كي يهبط لك انت كاميون غازوز وكاميون جاتو وكاميون واحد يجي يقول لي انا عامل بريفينغ بتبيعها باش يتكلف فهمت يمشي ديبلاسمون مثلا في بلاصه يقعد شهر في تيل وقايد على الشعب زاد نجم تكون فهمت الشارج هذيك الكل معروفه سي سي تي كي تبدا تخلص المصروف ما عادش تلقى روحها راه اصابع الاتهام ايضا تتجه نحو التعويضات واللي صار هذيك الكل بعد الثوره هذوما ناس جو بنظريه اعتبروا الدوله غنيمه ودخلوا بنظريه التمكين وحبوا يوصلوا بها وللاسف شديد الحمد لله 25 جويليه حبوا يوصلوا بها لدرجه الانهاك ولهذا اوروزمون جاء لعلنا فيه نختلفوا معاه ما نختلفوش معاه لعلنا فيه جاء رجل اسمه قيس سعيد استجاب لنداء الشارع هو رو توج ذلك الشارع اللي سامحيني وين مشوا الناس نهار 25 يوليو مشوا مشوش الحزب اخر مشوا الحزب النهضه ما معنى المواطن يمشي المقرات النهضه ما معنى يعني المواطن التونسي اكتوى 20 مليون مرة من هذا الحزب الذي تاجر بالدين وتاجر بالله وتاجر بالديمقراطية كل شيء تاجر فيه وهاو تو يا رسول الله ما يحشموش على روحهم هذوما تو عاملين فزعة الديمقراطية هيك ما خدمتوا بها الديمقراطية 10 سنين تو وين هزتها الديمقراطية فلستوا البلاد البلاد تشوف فيها تو مبلعة وصندوق الدولة مضروبة مفروض عليه باش يحاوروا معاهم هك شوف خلوها الدنيا هك شوف خلوه هربوا مش هربوا يا ليت هربوا يا هامي لا وقال لك قلاب
انقلاب لشكون؟ انقلاب على الخوانجية، بالله بالذي لله، وهو يشهد علي. أي انقلاب في العالم ضد الخوانجية نرقص بالمحارم أنا.